يمكن ربنا عوضنا عن الماتش اللي فات كنا بنلعب برضو بشكل كويس، وكنا قاريين برضو جيم بشكل كويس، بس ما حلفناش التوفيق. فاعتقد ان النهارده ربنا بيعوضنا على الماتش اللي فات يعني. فالحمد لله الثلاث نقط مهمين بيخلونا في جدول فوق يعني، الحمد لله. بصفتك واحد من كباتن الفرقه ومن اللاعبين القدامى في فرقه مودرن فيوتشر، بالتاكيد بيبقى ليك تعليمات داخل الملعب، وده بنشوفه دايما. جنش بيدي روح لكل زمايله الموجودين في خط الدفاع او في كل خطوط الملعب، بالتاكيد ده بيبقى ليه اثر ايجابي على الفريق. هو طبعا اهم حاجه دايما ان انت بتلعب كفريق، دي المهمه. ما انت ممكن يكون عندك اسماء كويسه جدا، بس ما بتقدرش تعمل الفريق كويس. فالحمد لله احنا السنه دي انت شايف الفرقه متجانسه ازاي، قريبين من بعض ازاي، مش اللعيبه بس، مجلس الاداره معانا على طول، الجهاز قريب مننا على طول، الناس كلها ايد واحده. فيمكن ده اللي بيبان في الملعب، والتوفيق دايما بيحالف يعني الجماعه يعني، انت روح الجماعه وروح الفريق دايما ربنا بيكرم. برضه روي فيتوريا مدير فني كبير، ولو شاف استمرار تارلو جنش هيكون موجود بالتاكيد. هو بقاله سنتين ما بيشوفش، انا بقالي سنتين بلعب في النادي، او هو جاي من السنه اللي فاتت، انا بلعب دوري مجموعات، فرقتي دايما في التوب فور، مش هتكلم يعني. انا من غير زمايلي اصلا اهم حاجه عندي النادي وزمايلي. اكيد شرف ليا ان انا العب في المنتخب، لكن في الاول والاخر ممكن وجهات نظر، ممكن في حاجات في الكوره انا بقول لك في حاجات لا. ممكن هو الراجل نفسه قال في المؤتمر في ساعات الناس بيقولوا له على لعيبه فبيجيبها يشوفها، دي برده هو اللي بيقول، انا ما قلتش حاجه. فعادي، انا بالنسبه لي ما بتفرقش، انا مركز مع فريقي وفي شغلي، فعشان كده ربنا بيكرمني. كل التوفيق ليك وكل التوفيق لمنتخبنا الوطني. جنش مبروك وبالتوفيق في اللي جاي ان شاء الله. شكرا.